السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. نعم إنها الحلقة الأخيرة، الحلقة الأخيرة من برنامج 360 وياك اللي طلعنا عليكم فيه من تاريخ 14 ديسمبر وحتى اليوم، اليوم 19 ديسمبر وهو يوم الحلقة الأخيرة. 18 ديسمبر كان أمس هو اليوم الوطني، اليوم اللي فعلا كنا نحس فيه باعتزاز وفخر كبير. كنا نشوف طبعا فعاليات اليوم الوطني أمس بدأت بالمسير الوطني صباحا بوجود عدد كبير من الناس اللي خدموا هذا الوطن، دائم من أصحاب الجاكيتات البيضة والأيادي البيضة وهم القطاع الطبي بوجودهم ووقوف سيدي صاحب حضرة السمو أمير البلاد المفدى تميم بن حمد الثاني احتراما وتقديرا لجهودهم خلال هذه السنة التي طبعا شهدت جائحة كورونا. مساء كان هناك أيضا فخر جديد وإنجاز جديد بتدشين رابع ملاعب كأس العالم قطر 2022 وهو استاد الريان أو استاد أحمد بن علي في نادي الريان. اللهم لك الحمد على هذه الإنجازات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الإنجازات دائما وأبدا في بلادنا الحبيبة قطر كعبة المضيون. من عاش في ذل ما عاش راحت حياته على ماشي مطوعين الصعايب. قاف جديد ومنجاش مشوش الراس شواش مطوعين الصعايب. من عاش في ذل ما عاش راحت حياته على ماشي مطوعين الصعايب. يا لا 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 حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج 360 وياك لهذا العام احتفالا بيومنا الوطني. حياكم الله متابعينا على الانستغرام. نعطيكم طبعا السؤال الأخير للحلقة الأخيرة واللي جايزته كما تعلمون الآيفون. بسم الله. السؤال يقول: شجرة تستخدم في الطب الشعبي وتستعمل أيضا كمصدات للرياح في المزارع والحدائق، فما هي هذه الشجرة؟ شجرة تستخدم في الطب الشعبي وأيضا في المزارع تستخدم كمصدات للرياح، فما هذه الشجرة اللي نتكلم عنها؟ أرقام التواصل طبعا في الحلقة الأخيرة مشاهدينا الكرام كما أصبحتم على علم فيها أكيد 44668844. ونبدأ باستقبال أولى مكالمات حلقتنا لهذا اليوم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟ هيا. شلونك هيا؟ بخير الله يسلمك. هيا تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ اي نعم اشوفك. طيب هيا، كيف كانت اجواء الاحتفال باليوم الوطني امس عندك؟ والله ما شاء الله حلوه يعني. استمتعتوا فيها؟ اي الحمد لله. طيب هيا تفضل. تشوفين معاي؟ اي نعم. ثلاثة اثنين واحد شوف. يعرض الآن على الشاشة أمامك يا هيا رجل بالزي الشعبي. سؤالي: ما اسم الشيء الذي يلبس على الرأس؟ كلمة واحدة. هيا. هلا هلا. أسأل؟ أعطيك الخيارات؟ تقصد العقال ولا الشال؟ الشال. مبروك عليك، مبروك يا هيا. سمعتي يا هيا بالسؤال اللي يقولك السهل الممتنع؟ هذا سهل ممتنع نوعا ما. مبروك عليك يا هيا، جائزة مقدمة لك من المفتاح للمجوهرات بقيمة 5000 ريال. مبروك. تسلم، يعطيك العافية. تستاهلين يا هيا. ساعات تكون أسئلتنا شوي فيها لغز أو يعني فيها من بساطتها واحد ما يتوقع أنه فعلا هذا الجواب. أكيد شنو الشيء اللي فوق راسك؟ شعر. خلاص. طيب ناخذ اتصال ثاني نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟ نجوى. ما اسمع. نجوى. نجوى، شحالك يا نجوى؟ الحمد لله بخير. نجوى، احتفالك السنة هذه في اليوم الوطني كان مختلف عن كل عام صحيح؟ ايه مختلف.
كيف كان بالنسبه لك السنه ذي؟ والله حلو، طلعنا ورحنا كثار اللؤلؤه. ايوه استمتعتوا يعني؟ طيب زين نجوى، إيه؟ تقهويتي اليوم؟ ايه تقهويتي. طيب جاهزه للسؤال؟ جاهزه للسؤال يا نجوى؟ ايه جاهزه. يلا نشوف السؤال ان شاء الله تشوفيني يعني. ما متاخر عندي. اي مو مشكله مو مشكله. في شيء مطلعينه لك حاطين عليه سهم، اكيد انك تشوفين السهم. لا والله متاخر اني شايف. ما عليه ما عليه ما عليه على هون على هون. ها بين شوفيني على الانستغرام انت. طيب ها شفتي؟ شفتي ولا ما شفتي؟ خلاص اسال السؤال. ايه اسال نجوى، شنو الاداه اللي كان يعني عليها عليها السهم؟ خيارات ما يمكن اعطيك خيارات. أوكي. المحماس ولا المضراب ولا القلم؟ المحماس. مبروك عليك يا نجوى، جائزه مقدمه لك من السلام العالميه بقيمه 3500 ريال. مبروك. الله يبارك فيك. تستاهلين يا نجوى. شوف الانستغرام. طيب الانستغرام اغلب الاجابات قاعدين يقولون سدر. سؤال يقول، ارجع اقول السؤال مره ثانيه، شجره تستخدم في الطب الشعبي وتستعمل كمصدات للرياح، طيب في المزارع والحدائق، فماذا تسمى هذه الشجره؟ لا لا لا، ليش اللي قاعد اشوفه قدامي غلط، اللي قاعد اشوفه قدامي غلط. يلا ناخذ اتصال بعد نقول الو. الو مرحبا. هلا والله. اهلين وسهلا، من معاي؟ معك غالية. غالية شلونك يا غالية؟ والله بخير الحمد لله. غالية اليوم الوطني خلص، للحين تحسين بأجواء اليوم الوطني ولا خلاص؟ تاريخ 19 انتي كل شيء. والله حلو، اليوم طلعنا الصبح الساعة 10. ايش سويتي؟ طلعنا والله تمشينا في الممشى، حلو والله الجو، لسه للحين الجو حلو. طيب يعطيك العافية وإن شاء الله دائما مستمتعين. جاهزة؟ إن شاء الله. جاهزة إن شاء الله، سؤال طيب وحلو زي. تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ ايه اشوفك. طيب يلا 3 2 1. ايه قاعدين نشوف حاليا الغزال او ما يسمى بالمها. ابغي إيه؟ الاسم المرادف او الاسم الرديف للمها. لوضيحي. لوضيحي يا غالية، مبروك تستاهلين. يا سلام عليك، مبروك مبروك يا غالية. 5000 ريال مقدمة من مجاهرات المفتاح يا غالية، تستاهلين ألف ألف مبروك. شكرا شكرا. تستاهلين، شكرا يا غالية، شكرا. الانستغرام بدأ وها حلو حلو حلو، بدأت تختلف الإجابات شوي. إجابات بدأت تختلف. برافو برافو برافو، حلو حلو ممتاز. الحين طبعا يعني أغلب الظن الكل راح يغير الجواب ويروح مع الجواب اللي قاعد يظهر قدامي الحين. للحين في ناس تقول الحور، في ناس تقول العوسج، في ناس تقول الغاف، في ناس تقول الكازورينا. وش الكازورينا؟ اول مره اسمع فيه. طيب ناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا، من معاي؟ العنود. العنود شلونك؟ الحمد لله طيب، انت اخبارك؟ خير ونعم، اللهم لك الحمد. عنود كيف اليوم الوطني السنه هذه بالنسبه لك؟ والله الحمد لله، ان شاء الله يا رب دائما قطر بعزه ورخاء يا رب. اللهم امين، اللهم امين باذن الله. طيب العنود. هلا والله. تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ لا اشوفك. حلو ممتاز. منور. جزاك الله خير، نور عيونك. جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. 3 2 1 نشوف. بسم الله. هذا نفق من الأنفاق. ما علي ما علي ما علي، جاية جاية الصورة. هذا نفق من الأنفاق التي أنشئت حديثا يا العنود. أنا أبغي مكانه، وين مكانه؟ نفق. نعم. تبين خيارات؟ إي والله يا ريت تعطيني خيارات. طيب
ليش خيارات. الخيار الأول كتارة، الخيار الثاني لوسيل، الخيار الثالث اللؤلؤة، وخير الأمور لوسيل. خير الأمور أوسط لوسيل. يا سلام عليك العنود، تستاهلين. مبروك مبروك يا العنود، جائزة مقدمة لك من السلام العالمية بقيمة 3500 ريال. نقول لك ألف ألف مبروك يا العنود، تستاهلين. هلا والله. للحين العالم صاملين بين الحور والغاف. حور غاف حور غاف. صنوبر لا، وينك وين الصنوبر؟ نقول ألو. ألو 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 قصري على صوت التلفزيون واسمعيني من التلفون دايركت. إن شاء الله صوت مقصر من التلفزيون. طيب ممتاز. أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ خير الحمد لله. من معاي؟ أم محمد. أم محمد حياك الله يا أم محمد. الله يحييك. أم محمد تشوفيني؟ هذه الفقرة، هذه الأسئلة الأولى دائما يكون مهم إنه متابع يشوفني علشان يقدر يشوف السؤال معي. إيه إن شاء الله. طيب ممتاز. جاهزة ننطلق على السؤال دايركت؟ إن شاء الله. طيب. جاهزة. إنزين. تحبين الألعاب الشعبية أم محمد ولا ما تحبينها؟ إيه أحبها عادي. طيب شو اللي تعرفينه من الألعاب الشعبية أم محمد؟ والله اللي عارفه في لعبة صقلة أول. أيوة بعد. والله كويس. زين ألعاب. ألعاب إنزين ألعاب الشباب. والله ما حفظ. طيب يلا تبين تشوفين معاي؟ يلا إن شاء الله. يلا يا أم محمد أشوف. إن شاء الله. شوف شوف شوف. شوفي نظرة العين شلون؟ كل واحد يطالع عين الثاني. اللي يرمش يكون يخسر. ها عرفت اللعبة؟ لا والله ما أعرف. اثنين يطالعون بعض، اللي يرمش يخسر. شو اسم اللعبة؟ لعبة النظرات. لا اعطيك خيارات. خلاص اعطني خيار. يلا الخشيشة، المكاسر ولا الدامة؟ المكاسر. المكاسر يا ام محمد، ومبروك عليك 3500 ريال مقدمة من السلام العالمية يا ام محمد، مبروك. الله يبارك فيك. جربي جربي اليوم انت الاهل تلعبون اللعبة هذه. ان شاء الله دوم مستانسين يا رب، ان شاء الله دوم مستانسين يا محمد، حياك الله. الله يحييك، مع السلامه. يا مرحبا، وعليكم السلام. نشوف شوف الاجابات بس اول شيء حلو. لا ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه لا 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 اخر اجابات قاعد اشوفها غلط. وش الهجليج؟ لا 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 غلط، الهجليج لا لا. الحور غلط. اوكي. يلا ناخذ اتصال بعد نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. من معاي؟ معك لولو أخوي. من؟ لولو. لولو لولو، شلونك يا لولو؟ الحمد لله بخير. طيبة شلون صحتك؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله بخير، الله يرحم والديك. لولو والدينا والديك يا رب. الجواء اليوم الوطني كيف كانت بالنسبة لك السنة هذه؟ والله دائما إحنا كل سنة إحنا الأجواء الوطنية الله يديم الأمن والأمان علينا وعلى الدولة على الكل يا رب. اللهم آمين. استأنستي؟ أكيد، علمت الأهل وطلعنا الأهل وديناهم كثارة والكرنيش. استاهلون، يا عسى دوم إن شاء الله. يا عسى دوم إن شاء الله مستانسين يا لولو. لولو جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله، توكل على الله. يلا نشوف، شوفي معي. هذه الأداة تستخدم أو تسمى مسحنة، تستخدم لسحن مادة معينة. وش المادة اللي يستخدمونها أو هذه تستخدم لسحن إيش؟ وش يسحنون فيها يا لولو؟ هذه حق المحار. طيب خليني أسألك. لحظة لحظة.
يسحنون فيها. يشحنون؟ يسحنون يعني يطحنون فيها الثوم. يطحنون فيها ايه؟ ولا الملح ولا الكحل؟ الكحل؟ تسأليني ولا تجاوبين؟ والله شو أقول لك صراحة، ساعدني. الرحى الرحى. لا لا أنا ما أقول لك اسمها، أنا قلت لك اسمها قلت لك أصلاً اسمها مسحنة، أوكي؟ يسحنون فيها، بعطيك خيارين، أوكي؟ إيه. يسحنون فيها يعني يطحنون فيها الثوم ولا الكحل؟ الكحل. الكحل، إيه يا لولو الكحل، مبروك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية إن شاء الله. مبروك عليك يا لولو، فزتي معانا بجائزة قيمتها 1500 ريال من الجزيرة للعطور، مبروك. تستاهلين يا أم محمد يا لولو عفوا. راح ننتقل الحين وياكم إلى لا لا عادنا في الصور. بعد عندنا اتصال. النيم غلط. أوكي. ألو. يا مرحبا اخوي خالد. مرحبتين، يا هلا وغلا، من معاي؟ معاك عبد الرحمن. ونعم ونعم يا ابو عوف، كيف الحال يا عبد الرحمن؟ خير الله يسلمك. عبد الرحمن شكلك طالع، من وين تكلمني؟ لبيت حاج. اكلمك الله يسلمك، كلمك من المره. يا مرحبا مسهلا بك، حياك الله يا عبد الرحمن. كنا قبل كنا في المعادر، الحين جينا عند الربع يعني. كلها منطقه واحده يعني، قطر قطر، اللهم لك الحمد، حتى لو انت في الشمال ولا في الجنوب انت عندها لك، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. عبد الرحمن. يا مرحبا. تشوفني ولا ما تشوفني؟ أشوفك على القناة نفسها. طيب ممتاز. 3 2 1 شوف. هذا الطير، هذا الطائر، إيه؟ العصفور هذا شو اسمه؟ والله مو هذا اللي ملهي الرعيان. ما بيوصفه باسمه. هو يلهي رعيان، يلهي كل شيء. والله من هي الرعيان اذا ما خفني. لا اعطيك خيارات عبد الرحمن. اخذ مساعده يعني من الجماعه اللي جنبي. اي خذ راحتك، الربع حولك، ابرك ساعات، مسي عليهم بالخير جميع. الله يبارك. يلا ها. بس ابي صوره مره ثانيه اللي راحت. رجعوا له الصوره يا جماعه، رجعوا له الصوره، لانه خاطره يقسم الجائزه على ربعه. ضروري يعني العشاء اليوم. اي يستاهلون يستاهلون يستاهلون، بيساعدونك بعد. يا ابو عوف. ثواني. ايوه. في خيارات، تبغي خيارات؟ جبنا خيارات الشباب. شكرا. حاضر. هل هو السلحوت ولا الخضيري ولا صقرقع؟ الخضيري. وين اللون الخضر؟ شفت في لون خضر يا عبد الرحمن؟ طيب الخيار الثالث شو ما سمعت هذا؟ السلحوت ولا صقرقع؟ السلحوت. السلحوت، مبروك عليك يا عبد الرحمن، مبروك. الله مبروك. جائزتك يا عبد الرحمن قيمتها 1500 ريال مقدمة لك من الجزيرة للعطور، تستاهل. الله يسلمك. تاخذ فيهم طيب طيب هالشكل مع قطرة الشال، تكشخ مع عود، أمورك سليمة. علوم الانستغرام يا الربع، علوم الانستغرام. انا كاني شفت قبل شوي ابو عبد الرحمن شخيته من الدخين، الله يمسي عليه بالخير. ابو عبد الرحمن كان معانا طبعا في 360 وياك لما كنا نقدمه في رمضان بشكل يومي، دائما يعني كان صوته الشجي بسم الله تبارك الرحمن يعني يتحفنا دائما ويرجعنا الى الاجواء الايمانيه في نهايه كل حلقه. مسي عليك بالخير يا ابو عبد الرحمن، والله يحفظك ان شاء الله، شخيته من الدخين. طيب ناخذ اتصال بعد، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا، من معي؟ المها. حياك الله يا المها، شلونك؟ الله يحييك، الحمد لله بخير. المفروض تتصلين قبل 3-4 اتصالات علشان تطيحين مع نفس كان عندنا سؤال عن اسمك، بس يلا معلش. يلا مها. هلا. تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ ايه نشوف من اللايف. 3 2 1 شوفي يا المها. البطولة هذه بطولة مزينة بالليرات الذهبية، لها مسمى خاص عن البطولة العادية، فماذا تسمى؟ البرقع.
ما سمعتك بس اعتقد غلط. هي بطولة بس يعني لها اسم مميز؟ اي في انواع يعني في مزينة؟ لا تبغين اعطيك خيارات المها؟ لا لا ما بخيارات. طيب يا تبي 5000 المها؟ يلا بس ما راح اطول وايد ترى ان شاء الله. يلا المها اعطوني الخيارات. شنو الخيارات؟ اعطوني الخيارات. ها آه. بطولة مسلسل بطولة مزينة بطولة السؤال بطولة مزينة بالليرات الذهبية لها مسمى خاص عن البطولة العادية يعني في بطولة عادية بس بعدين في انواع. اوكي بطولة مزينة بليرات ذهبية ايه لها مسمى خاص عن البطولة العادية تكتبين في جوجل ما راح تلقين ما يمديك. بطولة الجنيهات مثلا بطولة ال جنيهات؟ لا مش الجنيهات. يلا 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 بسم الله. احتمالات احتمالات بطولة مسلسلة ولا بطولة الرئيسي ولا بطولة الصقر؟ بطولة الأول خيار الأول؟ ما سمعك الخيار الأخير خيار الأخير ما سمعك اللي بالنص خير لمرة اللي هو بطولة الرئيسي؟ لا الصقر؟ لا عيد لي الخيارات. أعيد الخيارات. يلا يلا نرجع 10 ثواني ورا نمسح آخر 10 ثواني حتى من البث. يلا بطولة الرئيسي ولا بطولة مسلسلة ولا بطولة الصقر؟ الرئيسي. بطولة الرئيسي تستاهلين يا المها. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك 1500 ريال مقدمة لك يا المها من الجزيرة للعطور. تستاهلين. مبروك يا المها. نقول له بعد نقول الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ معك عبد الرحمن. ما شاء الله هاي ثاني رجال يتصل فينا اليوم واسمه عبد الرحمن. ايش حالك يا ابو عوف؟ والله الحمد لله. كيف اجواء اليوم الوطني بالنسبه لك؟ والله الحمد لله كويسه الحمد لله. يا عسدوم يا عسدوم. عبد الرحمن تشوفني ولا ما تشوفني؟ هي اشوفك. ثلاثه اثنين بس متأخر شوي. ما عليه. واحد شوف الحين. ثلاثة اثنين واحد. ركز هاي شجرة السدر. لا تستعجل يا مسلم لا تستعجل يا مسلم لا تستعجل ترى صغيرة. ها صغيرة لا يغرك انك شايفها من فوق عبالك غابة. لا 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 هاي شجرة هاي البن. ما اسمع خيارات. طيب خريز ولا الخطمي ولا خبيز؟ خبيز عفوا. خريز. تقولها مره ثانيه بصوت كذي يعني واثق. خريز. خريز. ايه خريز ولا الخبيز؟ الخبيز. خبيز ولا الخريز؟ والله الخبيز. اوكي خريز ولا الخبيز؟ الخريز. الخريز. عبد الرحمن لعوزتك. عبد الرحمن مبروك 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 يا عبد الرحمن. فعلا اذا هذه النبته هي نبته الخريز ونقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك جايستك فيك. مقدمة من الجزيرة للعطور بقيمة 1500 ريال. مبروك يا عبد الرحمن. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. استاهل. طيب أعتقد هذه آخر سؤال بالصور. غلط 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 اللي قاعد أشوفه على الإنستغرام. غلط غ غ غ اول حرف غ. يلا ناخذ بعد اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ يعطيك العافيه اخوي خالد. عسى الله يعافيك يا رب. كيف حالك؟ شكرا على البرنامج الطيب الصراحه. يا مرحبا مسهلا. شكرا لكم على متابعتكم وعلى تواصلكم الصراحه. يعطيكم الف عافيه. الله يجزاك خير. شكر طبعا لاداره ولجنه اليوم الوطني على وقناة 360 دوحة 360 على
الجهود اللي بذلوها، واحنا مجرد يعني ناس نظهر بنهاية المطاف بالصورة، لكن هناك جنود كثر، جنود كثر معاي، هم اللي قاعدين يبذلون أكبر جهد صراحة للظهور بأعلى مستوى في هذه البرامج. إي والله يستاهلون. اسمك؟ فوزية. معك فوزية. ونعم يا فوزية. فوزية تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ لا والله ما أشوفك. أفا. أنا عندي الإرسال بس ضعيف، يقطع الإرسال. طيب مو مشكلة، يعني بعطيك وبعدها يضعف شوي. طيب أوكي أوكي أوكي، مو مشكلة مو مشكلة، بعطيك سؤال اسمعيني عدل وجاوبيني أوكي؟ إن شاء الله. السؤال الأول أوكي؟ السؤال يقول أوكي، أكمل المثل ولا أكملي يا فوزية المثل الشعبي، المثل اللي يقول صكت الحلقة، أكمل المثل فكت الحلقة. أيوة فكت الحلقة. صكت الحلقة، فكت بالتان مفتوحة. إيه صكت صكت فكت ولا يعني فكت؟ وصلت ضربت يعني فكت ولا فكت؟ صكت صكت صك صك مثل ما يقول صك الباب. إيه سكت 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 الحلقة. الحلقة. الباب. لا الورق. الورق. لا يلا يلا خيارات. لا لحظة بجيبها. كيفك؟ سكت الحلقة. تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. خيارات يا فوزية، خيارات يا فوزية. نجيبها سواء طولتي فوزية في المتصلين غيرك يبون يشاركون. انزين يلا اوكي يلا. سكت الحلقة البطان ولا سكت سكت الحلقة البطان ولا سكت الحلقة البطان؟ البطان. مبروك عليك، مبروك. الحمد لله. مبروك تستاهلين يا فوزية. جايزتك قيمتها 3500 ريال مقدمة لك يا فوزية من السلام العالمية. سهلين. بعد اتصال. مشكلة من وناسة قطعت اتصال، الله يعطيها العافية، إن شاء الله دوم مستانسة يا رب. يلا أنا الانستغرام قطع عندي، ما أدري ليش رسال عندي تعبان ولا. ألو انستغرام شغال؟ غريبة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. من معاي؟ شلونك اخوي خالد؟ عساك طيب؟ خير ونعم اللهم لك الحمد، انت شلونك؟ اول شيء حبيت اشكر البرنامج والكنترول، البنات صراحة ما قصروا، جوب وايد حلو. يعطيهم الف عافية، اكيد ما في شك، هذا واجبنا الله يسلمك. هذا واجبنا. ما عليكم زود. تسلمين، من معاي؟ باخذ اسم محمد. أم محمد، حياك الله يا أم محمد. أم محمد تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ أشوفك. طيب ممتاز. نعطيك سؤال صورة، يمدينا نحط الصورة؟ يلا بنشوف، بنحط لك سؤال الصورة. يا أم محمد، أم محمد شوفي معي الشاشة، ثلاثة، اثنين، واحد، توكلي على الله. قصري على التلفزيون يا أم محمد. شو اسم هالطير هذا؟ هاي أول مرة تشوفه. أول مرة تشوفينه، زين أعطيك خيارات عليه؟ لا لا لحظة. في منه نوعين ترى، في منه هو شيء كذا بحري ولا كذا بري، هم نوعين. الغود؟ البري ترى لونه أسود، ها غير عن هذه، هذه ملون حلو، هذه بحري حلو. ها أعطيك الخيارات. بحري. بلبل. ها قربتي قربتي وايد، قربتي قربتي. البلبل. البلبل. ال بري ولا بحري دي؟ بحري. البلبل البحري، مبروك عليك، مبروك. مبروك عليك يا أم محمد، جائزة مقدمة للجزيرة العطور بقيمة 1500 ريال، مبروك. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. وجهك ابيض يا مرحبا، مسهلا بك يا ام محمد، تسلمين. شكرا على تواصلك. الغرقد او الغاف يعني، ها زين انا قربت في غرقد، عشت غرقد يا جماعه، الغرقد كنا شجر شو اسمه؟
أي أوكي يلا. ألو. يلا حية. الله يبقيك، شلونك؟ حي الله خالد، شلونك يا خالد؟ الله يحييك ويسلمك، شلونك؟ الله يرحم والديك، بشرني عندك، جعلكم مباركين إن شاء الله، عيد إن شاء الله توم على هالقطر. الله يبارك في حياتك يا مرحبا بسهلا. وطول عمر سمو الأمير والوالد كل هالقطر إن شاء الله. اللهم آمين وعمرك يطول يا مرحبا بسهلا بك، من معاي؟ وحيك في الشاشة نور نور ما شاء الله عليك. الله يرفع قدرك وينور حياتك ودربك يا رب، قول آمين. الله يوجهك في هالبرنامج اللي أعطاه جديد إن شاء الله. الله يجزاك خير، من معاي؟ معاك اخوك عبد الله. ونعم ونعم يا عبد الله. الله يرحم والديك، بيض الله وجهك. وجهك ابيض. عبد الله كيف كانت اجواء اليوم الوطني عندك؟ والله اليوم كله عيد وخير وضحك ما شاء الله، العيال كلهم يدعون لكم. اللهم لك الحمد، يا عسى دوم ان شاء الله. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. وجهك وجهك يا عبد الله، وجهك يا مرحبا مسهلا. عبد الله. الله يعزك. اسالك؟ امرني. وجاهز للسؤال؟ امرني. وابغيك وابغيك تاخذ الجائزه الاولى يا عرفي، طول عمرك. يلا بسم الله، المثل الشعبي يقول، يقول خير ان شاء الله، يقول يا نار اكلي، يقول يا نار اكلي. ايوه ايش تاكلين يا نار؟ يا نار اكلي. ايوه نشتري منه وايد الحين ترى. الو السلام عليكم، عندنا المكان الفلاني طرش لي حمولة شاص ولا حمولة دنة ولا حمولة ها؟ والله ما يقول يا ما. نار اكلي. نار ايش تاكل؟ النار تحرق. ايش تاكل النار؟ تاكل الحطب والخضر والياض. يقول لحظة بس خليك على الكلمة الأولى، ايش يقول؟ يقول يا نار اكلي. ايوه قلتها يا عبد الله، قلتها كم قولها مرة ثانية. الله يرحم والديك. قول يا نار اكلي حطب. أيوة. يا نارك لي حطب. يا سلام عليك يا عبد الله، مبروك. حطب انا قلت لك حطب، الله يرحم والديك. قلت لي الحطب والخضر واليابس، قاعد تعطيني خيارات، انا ابي واحد بس. الله يجزاك خير. سالي عبد الله. عبد الله هلا، الف مبروك، 5000 ريال مقدمه لك من مجوهرات المفتاح يا عبد الله، تستاهل. طيب الله وجهك. وجهك. يا ربي طول عمرك، يا ربي زينك دنياك واخرتك. اللهم امين، وياك وياك اللهم امين، الله يجزاك خير يا عبد الله. مشكور يا عبد الله على تواصلك، الله يحفظك. ايش كثر عندنا بعد؟ عندنا وقت باقي عندنا طبعا اسئله الانستغرام ما شاء الله. خلاص يعني بدينا باربع خيارات او خمس خيارات، بعدين قمتوا ها تسوون اقصاء حق واحد، اقصاء حق اثنين، الحين صملتوا على واحد، خلكم عليه، خلكم على الخيار هذا. حلو ممتاز. في الو؟ في الو؟ الو الو هلا، السلام عليكم. معك السلام. يا مرحبا مسهلا، من معاي؟ مريم. حياك الله يا مريم، شلونك؟ الحمد لله بخير. معك مريم، انت اتوقع اذا مو باخر اتصال، اتصال قبل الاخير، شدي حيلك وفوزي بالجائزه الكبرى ان شاء الله. ان شاء الله خير. يلا اخر، عندنا اخر اتصالين. يلا اوكي مريم. اوكي بعطيك لغز. اوكي اوكي بعطيك لغز يا مريم. اي نعم. اربع مطارق في جو غارق، لا تشوف نجوم ولا بوارج، وش الحل؟ اربع مطارق في جو غارق، لا تشوف نجوم ولا بوارج. صعب. ها اعطيك ال اعطيك الاحتمالات. يلا عطنا احتمالات. يلا اعطيك الاحتمالات. النخلة ولا الاسخلة ولا الحوار في بطن امه. الحوار. الحوار في بطن امه. فكري فيها. إيه؟ اربع مطارق في جو غارق، غارق ها، لا تشوف نجوم، ما يشوف شيء لانه داخل، ولا بوارج. الحوار شكله صح؟ الحوار. الحوار؟ اي نعم. مبروك عليك يا مريم، الإجابة صحيحة فعلا، الحوار في بطن أمه. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك جايزتك معانا هي قسيمة مشتريات من الجزيرة للعطور بقيمة 1500 ريال يا مريم، مبروك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله يا مريم. آخر سؤال، آخر اتصال وآخر سؤال، نقول ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا، من معاي؟ معك عبير أخوي. حياك الله. حياك الله يا عبير، شلونك؟ الله يرضى عليك. عبير، معك أخوي. في آخر اتصال طال عمرك في الحلقة هذه، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم. إن شاء الله حنستلف وياكم. بإذن الله، إن شاء الله. يلا، إن شاء الله. بسم الله. عبير. هلا. إيه، عندي خبر. يلا. السؤال يقول: من مسميات الأقمشة النسائية قديما. من مسميات الأقمشة النسائية قديما؟ إذا يبتيها بدون احتمالات 5000. الخلق؟ لا. مسميات الأقمشة نوعا نوعا نوعا. إيه صح 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 صح، هو الخلق صحيح. بس الخلق. الخلق بس صح؟ لحظة لحظة، بقول لك شيء عبير. الخلق هذا اللي أنا لابسه ثوب فيه خلق. أي. مش ثوب نسائي. أي. أنا قاعد أحدد، قاعد أقول من مسميات الأقمشة النسائية قديما، يعني من مسميات الخلق النسائي قديما. ثوب النشم؟ أنا قاعد أقول خلق، مو بثوب جاهز. الخلق، تبي اسم الخلق؟ إيه. لا لا، الخلق اللي هو اسمه النيسو؟ لا. ولا القطن ولا التور؟ ما أدري تشوفيني ولا لا؟ لا شوفيني. أشوفك وين؟ على انستغرام. وين تشوفيني؟ أشوفك انستغرام ولا البث العادي؟ التويتر. وين تشوفيني؟ على وشو؟ في الانستغرام. انستغرام. طيب اوكي، شوفي شوفي. ها وياك. زرتر او زري؟ زري او زرتر. شيء خلي اسمه. أيوه. اسمه على اسم شيء، خليك تحتاجين مظلة. اسمه على مظلة؟ لخيوط. لخيوط؟ لا. ها؟ بعطيك خيارات ترى. لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة. عبير. المرس. المرس؟ مرس 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 مرس. ما شاء الله، اللي عنده صوته أعلى من صوتك. أول كلمة صح، هي الجواب من كلمتين. أول كلمة يا عبير صح، أو ها حولها حولها. وش أي واحدة الكلمة؟ المرش ولا وش؟ قلتي المرش. الخرير. الخرير. بعطيك احتمالات لأن المرش. صعب. المرش. لحظة لحظة، المرش. عبير. ها وياك. عبير. هلا هلا وياك. آخر محاولة. إحنا إيش نرتجي من الله في الشتاء؟ فلشته؟ ايه. ما سمعتك عدل، ايش قلت لي اخوي؟ ايش نرتجي من الله سبحانه وتعالى فلشته؟ كلمتين. المطر؟ ايه ايه، قبلها وشو؟ مرش المطر. مرش المطر. رش المطر فعلا من مسمات الأقمشة النسائية قديما. مبروك. رش المطر. رش المطر. رش رش المطر. رش المطر. مبروك مبروك يا عبير، مبروك، تستاهلين. آخر متصلة معانا و 5000 ريال من نصيبك، مقدمة من مجوهرات المفتاح. يا عبير تستاهلين. ما قصرت. حياك الله يا عبير، مبروك. مبروك يا عبير. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى الختام، لكن قبل ما نقول لكم مع السلامة راح نسحب الإجابة، طبعاً إجابة السؤال على الإنستغرام، أو السؤال خلونا نقول: شجرة تستخدم في الطب الشعبي وتستخدم أيضاً كمصدات للرياح في المزارع والحدائق وتسمى الغاف. شجرة الغاف. في واحد منهم راح يفوز. بسم الله، هذا اسم واحد. مبروك يا جيل مالكي، مبروك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام برنامج 360 وياك في هذا اليوم الوطني سنة 2020، الذي جاء استثنائيا بكل المقاييس، استثنائيا بإنجازاتنا اللي تحققها بلادنا الحبيبة قطر، استثنائيا بالظروف اللي مرينا فيها. نعم، حرم الكثير من كثير من مظاهر الفرحة والبهجة والفرحة اللي دائما كنا نعيشها في كل يوم وطني، درب الساعي، المسير الوطني، احتفالات، يمكن العرضات اللي نشوفها دائما على خط الرفاع، وغيرها الكثير من الفعاليات. لكن حسبنا ان الحب، حب بلادنا الحبيبه قطر، ما هو بالفعاليات، حب بلادنا الحبيبه قطر هنا في القلب.
نحتفل فيه ونترجم هذا الحب إلى الكثير من العمل والتفاني والإخلاص لخدمة بلادنا الحبيبة قطر. دائماً نطمح أن إنجازات السنة القادمة تكون أكثر وأكثر من إنجازات السنة هذه. الله يوفقنا وياكم دائماً لما فيه الخير. مشاهدينا الكرام، سمحونا على القصور، نوفقنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن قصرنا فمن أنفسنا. شكراً جزيلاً لكم على متابعتكم، نشوفكم إن شاء الله دائماً على خير. مع السلامة.